ومن الأراضي المقدسة ووسط مشاركة محلية واسعة، افتتح في ساحة المهد بمدينة بيت لحم سوق الميلاد 20، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث شاركت في السوق فعاليات تقليدية خاصة بأعياد الميلاد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. يأتي عيد الميلاد المجيد علينا هذا العام في زمن صعب وفي وقت يعاني فيه العالم أجمع من انتشار جائحة كورونا، فبالرغم من هذا الوباء اقتصرت الاحتفالات هذا العام في بيت لحم على برامج مختصرة وضمن معايير مشددة، فأقيم سوق الميلاد 20 في مدينة بيت لحم وتحديداً في ساحة المهد وليوم واحد فقط، وضمن شروط وقائية مشددة من فحص الحرارة وتعقيم الأيادي للوافدين إلى هذا السوق، مع الالتزام بارتداء الكمامة حرصاً على سلامة الجميع. الهدف من هذه المشاركة اليوم أنه نحن نعطي فرصة لعائلات كثيرة عندها منتج محلي في بيوتها أنه تسوق منتجها ونساعد في إيجاد فرص لهذه العائلات لتسويق هذه المنتجات، والممكن أنه تساعد في إيجاد بعض الدخل في هذه الفترة الصعبة في الوضع الاقتصادي الصعب في مدينة بيت لحم، ويأخذوا فرصة في أنه يعيدوا بضمن فرحة وبهجة منتوقعها للجميع. سوق الميلاد هو تقليد سنوي في مدينة بيت لحم، حاولنا بعيش العالم بشكل عام ظل جائحة كورونا وفلسطين بشكل خاص وبالتحديد مدينة بيت لحم اللي هي مهد الميلاد، إنه نخلق جو من البهجة والفرحة لأهالي البلد من خلال تنظيم هذا السوق وما يتم إلغائه. طبعاً كل المشاركين بالأكشاك تم عمل فحص كورونا مجاني بالتنسيق بين مديرية الصحة وبلدية بيت لحم. جميع المشاركين بالأكشاك كانت نتائجهم سلبية والحمد لله. جميع الحالات تم إنه تأمين مدخل ومخرج آمن، قياس درجة الحرارة، معقمات وكمامات حتى يعني ما نطلع بأمراض وناس مريضة في سوق الميلاد. من خلال رسالة بلدية بيت لحم في سنة أفضل، رسالة أمل لسنة إن شاء الله تكون خالية من الكورونا، سنة لأنه بيت لحم تأثرت بشكل كتير كبير من الجائحة، من أوائل المحافظات في مدينة في فلسطين اللي بدت فيها الكورونا وتأثرت وإغلاقات وتسكير. طبعا اعتماد بيت لحم هو على السياحة، والسياحة صفت هلأ بالوضع الحالي طبعا معدومة أو ما في سياحة، فمنتأمل السنة الجاية يكون الوضع مختلف. وطبعاً رسالتنا للجميع إن شاء الله ميلاد سعيد ومجيد للجميع وكل عام وأنتم بألف خير. حيث قدم هذا السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والأشغال اليدوية وحلويات ومأكولات صنعت خصيصاً للأعياد الميلادية المجيدة، كما واحتوى هذا السوق لأعمال فنية متنوعة وبأسعار رمزية. وتخلل السوق أيضاً فقرات متنوعة من مهرجين وأغاني للأطفال، وتراتيل ميلادية نالت إعجاب الجميع. إحنا بهذا اليوم إحنا مشاركين في يوم عيد الميلاد برغم من الأجواء اللي إحنا منعيشها بظرف الكورونا، وزي ما بنشوف احنا حوالينا هون ماخذين كل الاجراءات الوقايه، حتى انه لو شو ما كانت الظروف ان نعيش فرحه الميلاد ونعطي رساله من مدينه بيت لحم، مدينه السلام، مدينه اللي انولد فيها السيد المسيح له المجد. طبعا نحن اليوم موجودين في سوق الميلاد نحاول انه نحتفل في اعياد الميلاد المجيده في ظل زمن كورونا وجائحه كورونا لكل العالم مش فقط في مدينه بيت لحم. ورسالتنا اليوم من مدينة بيت لحم اللي هي رسالة الملائكة للرعاة لما قالت لهم لا تخافوا، هانا وبشركم بفرح عظيم. فرح العظيم هي ولادة السيد المسيح في مدينة بيت لحم وانتشرت لكل العالم. فرسالتنا اليوم إن هي لا خوف، لأنه ما فيش خوف وفي إيمان، لازم أكون مآمن وقادر على أني أنا أعطي رسالة الأمن والأمان لكل العالم. ومنوجه كمان رسالة محبة، رسالة سلام
تلفزيون نورسات على الدعم اللي دائما بيكونوا موجودين فيه، وهلا هم بينقلوا حاليا الفعاليات في مدينة بيت لحم على نورسات. فهذا السوق أيضا يأتي لدعم وتسويق منتجات لعدة عائلات في بيت لحم. بالطبع هذا العام سوق الميلاد أخذ شكلا مختلفا عن الأعوام السابقة. الأعوام السابقة كنا نشهد مشاركات دولية وعالمية من المدن المتوأمة لبلدية بيت لحم وأصدقاء بلدية بيت لحم، فبالتالي هذا العام اقتصرت المشاركة على المشاركة المحلية من المؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني وأيضا من المواطنين الفلسطينيين، لكن نستطيع أن نقول أن سوق الميلاد لهذا العام نجح نجاحا كبيرا من حيث التنظيم، من حيث حفاظ على سلامة المواطنين، حيث قمنا بالعديد من الإجراءات. أولا قمنا بعمل تباعد بين الأكشاء كما تلاحظون، فبين الكشك والآخر هناك مسافة مقبولة، وأيضا قد قمنا بعمل فحوصات للمشاركين في هذا السوق للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وأيضا على المداخل قد قمنا بتوزيع الكمامات للمواطنين وتعقيم أيديهم، فبالتالي نقول كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام والشعب الفلسطيني بألف خير، وهذه إحدى فعاليات بلدية بيت لحم. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.